نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية ورشة لتدريب ممثلي الجمعيات الأهلية حول صياغة مبادرات مشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه. جاء ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني وحشدها وتكامل أدوارها من أجل تأمين حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية. محطات جديدة يصلها قطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي الذي يستمر في توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني وحشدها وتكامل أدوارها من أجل تأمين حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية في كل محافظات الجمهورية. ففي عدة محافظات بصعيد مصر نظم التحالف بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية ورشة لتدريب ممثلي الجمعيات الأهلية حول صياغة مبادرات مشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه. النهاردة احنا بصدد ورشة تدريبية في ثلاث محافظات على مستوى الصعيد، المنيا وسوهاج وبني سويف. الورشة تحت مظلة التحالف الوطني. الورشة دي بتكون بتدعم صغار المزارعين علشان ازود من انتاجيتهم وبالتالي احسن من دخلهم ومستواهم الاقتصادي. احنا النهاردة في مشروع ادارة الموارد الطبيعية والمياه بننفذ المشروع ده وبنجهزه بقالنا كام شهر، وقدرنا نوصل لمرحلة ان احنا كتبنا مسودة للمقترحات والمشكلات. النهاردة في مرحلة اعداد مكتبة المشروع بالشكل النهائي عشان نقدر نخرج بالمشكلة والحلول علشان نقدر ننفذه ان شاء الله، والمشروع مدته سنة. بندعم مبادرة لصغار المزارعين واسترشاد وكيفية استرشاد المياه، استهلاك المياه. هنتعلم منها النهاردة ازاي بنضع المبادرة من حيث الاهداف والنتائج والفئة المستهدفة لغاية ما نوصل مبادرة تفيد المجتمع وتفيد صغار الفلاحين. شارك في الورشة التي تعقد على مدار يومين ممثلو جمعيات أهلية من محافظات المنيا وبني سويف وسوهاج من أجل الاستماع لمقترحاتهم حول مشروعات تهم صغار المزارعين والمرأة الصعيدية الريفية. كما تهدف الورشة إلى إطلاق مبادرات لتنفيذ مشروعات ممثلة في زراعة ذكية مناخية وترشيد استهلاك المياه أثناء الزراعة فضلا عن مشروعات الطاقة الإنتاجية. هذا ويواصل التحالف الوطني تنفيذ مبادراته المتنوعة من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية.